السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ فايزة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحوال جيدة إن شاء الله. اليوم غادي تبقاو معايا ندوزو روتين ديال يوم كامل، يعني نهار ديال الجمعة غادي نحضروا فيه سكسو أو الطعام أو الكسكس، وغادي نديروا فيه واحد الحريشات الكوتي ونقدو التقلية ديالنا، يعني تقلية الخضرة ويعني ومسائل. في الأول غادي غسلت هاد الحكاك ديال العطرية، نقيتهم يعني خويت منهم داكشي اللي كان باقي فيهم وغسلتهم ونشفتهم بواحد الزيف، وغادي نقادو العطريه ديالنا. هذه التحميره يعني جبت نص كيلو من كل حاجه، الخرقوم بالنسبه للخرقوم والابزار وسكنجبير القرفه، يعني هادشي اللي كيبغي الطحين. الحاجه اللي كتنقى كنجيبها للدار كنقيها ونردها، والحاجه اللي هكا بحال الخرقوم وسكنجبير والقرفه يعني كناخدهم عند هذا اللي كيبيع العطريه وكيطحنهم ليا في يعني في البلاص. بالنسبة للقرفة طحنتهم وخليت واحد شوية واحد جوج عواد بحال هكا، يعني نقدروا نستعملوا هكا القرفة عواد، يعني خص نقصتهم من داكشي بغا يطحن. وهذه القروية ولا الكروية، يعني كل واحد باش كينطقها. هذه كنديروها البلبولة في هذا الوقت، هذه كتجي رائعة في هذا الوقت ديال البرد، يعني حتى اللذة ديالها كتكون لذيذة. هي الشيشة أولا البلبولة بالحليب ودير فيها هذه القروية هذه وشويه زيت العود كتجي رائعه. وهذه زريعه الكتان، هذا نص كيلو ديال زريعه الكتان. انا هادشي اللي كان خاصني هو اللي جبت، وداكشي الكنجبير كان باقي عندي، وهاد الشيء اللي بقى من القريعات خويته في دوك القريعات الصغيورين، يعني صافي كنبقى نحط حتى غادي نعمر هاد القريعات ديالنا بالعطريه. يعني كل حاجه غادي نحطها في بلاصتها وصافي. هذه هو الشكل ديال القريعات ديالي من بعد ما استفدت فيهم العطريه. وهذه اللويزه، يعني جبت واحد الكميه ديال اللويزه، هاد البلاستيك هذه يعني راها كثيره كتبان كثيره، يعني هذا القياس ديال 5 دراهم، يعني بعض المرات كنجيب 5 دراهم 10 دراهم، يعني كنستعملها بزاف هذا يعني في البرد. دائما اتاي ديال البرد كيكون منوع بالاعشاب، كتكون سالميه كتكون، ولكن الاغلبيه في اتاي ديال المساء او الشيء اللي كنديرو في المساء كنديرو باللويزه، يعني هي كتهدان وكتريح شويه. وبالصباح هكا كنديروا الشيبه وهذوك الاعشاب اللي كنتو شتي عندي داك النهار. وهذه الخضره يعني مطيشه هاد ليا، ما تنزلات شويه على الثمن ديالها، ما بقاش بديك 10 دراهم، هذه ديتها ب4 دراهم ونص. وهاد الصغيره اللي لتحت يعني حتى هي زوينه، غير هي صغيره شويه، هذه ديتها ب2 دراهم ونص. يعني بعدا الحمد لله راه نقصات الخضره، ما بقاش داك الثمن اللي كان داك الايامات اللي كان الغلا بزاف. وهاد الخضيره حتى هي راه غادي يعني غادي نستفاها حتى هي ونحطها. صراحه حنا ما كيعطوناش هنا الخضره في الميكا، من نهار قطعوا الميكا ما بقاوش كيعطيو، واخا كنشوف بعض الناس كيبقى يبينوا هكا البلاستيكات. حنا كتدي الخضره وكتبقى تخويها في الكفه ديريكت اولا في الكروسه اولا في يعني في الصاك. وهاد الكميه ديال الربيع غادي نغسلو مزيان ونستقطرو مزيان ونشفو باش نقطعو. يعني هذا الكرافس غادي نقطعو بوحدو باش نخليها كنستعملو الحريره. والقزبر والمعدنوس كنخلطهم في التقطيع ديالهم بعد ما نشفتو هنايا وغسلتو مزيان ونشف، يعني غادي نقطعو، يعني نقطعو غير بالموس هاد المره، ما غاديش نقطعو بهذاك الروبو باش كنت كنقطعو واحد المره كنت شاركتو معاكم. دابا غادي نقطعو غير في الكراده والموس عادي، يعني كنقطعو شويه بهكا حتى كندير وكنكملو بهذا الشكل هذا. الصراحه كتزيد تقطعو مزيان حتى كيكون رقيق. ومن بعد ما ساليتو بهذا الشكل هذا يعني غادي نديرو في الفريغو اكيد اولا المجمد. كنجمعوا هاد البواطه ديالنا وكنديرها في المجمد. وحتى هاد الدجاج هذا غادي نغسلو ونقيه مزيان، هادو بغيت نقطعهم، يعني هادو اللي استعملات ديال اللي كنستعملو في الايام ديالنا، غادي نقيه مزيان ونحيد ليه هاد الجلدات هادو ونغسلو وندير ليه الحامض والملحه وسكنجبير، يعني المسائل ديالو كله حتى كنقيه ونقطعو ونخلي حتى هو يقطر. ومن بعد ما قطعته ونقيته، انا الدجاج دائما كنحيد ليه الجلد كله، ودرت ليه سكنجبير والحامض والملحه وخليته فيه حتى طلق هذاك، يعني هذاك الاشياء اللي كيطلق داك اللحم، ونشفته يعني وقطرته. وهنا الخضره ديال الطعام، هنا عندنا خيزو وهادو السيقان ديال هذيك الورقيه، غادي تكونوا عرفتوها صافي معايا، يعني في هذه الوقيته كتكون رطبه وطريه بزاف، وكنستعملوا هاد السيقان هادو بهذا الشكل.
وصافي غادي نردو. انا غادي نديرو في الكوكوط لان بغيت ندير السميده ديال الذره اولا بداز، يعني ماشي الطحين، ماشي داك بداز الرطب، يعني هذه السميده ديال الذره كتجي رائعه حتى هي. غادي نحط بصيله هكا قطعتها مشلضه، ونحط ديك مطيشه لتحت، يعني كنستفو الخضره ديالنا دائما. انا ما كنقليش الخضره ديال الطعام، يعني غير كنحطها ديريكت، وكان يعني كنرويها صافي ونديرها طيب. واليوم بغيت نجمع كلشي في الكوكوط، وغادي ندير العطريه هنا. هذيك القرعه اللي كنت شاركت معكم في الاسبوع اللي كان فات، السيمانه الفايته، غادي نحلها قدامكم وغادي تشوفوها جديده بحال يلاه جبناها ولا يلاه حليناها. لان ملي كتحلوا القرعه مباشره كتحلوها، ما كتخليوهاش عريانه، وكتجمعها بهذا البلاستيك كتبقى اطول مده بغيتو. انتم شفتوا يعني ما ضايعه، ما رطبه، ما حتى حاجه باقيه كما حليتها. يعني دابا غادي نستعملها، وكنكبوا الماء على هذيك على الكوكوط ديالنا، وكنستفاد ديك الباقي ديال الخضره الدنجال والقرعه. يعني انا كندير كل شيء في الكوكوط هذه، وكنستفهم شويه الفوق، وكندير شويه الحار اكيد، ونسد عليه يطيب. وهنا السميده ديالنا ديال الذره، نتوما شفتوا كي دايره، الصراحه كتعجبني هذه السميده هذه. ومره مره بقاو نشكلوا في الانواع ديال السكسو، ما بقاوش مقتصرين على واحد النوع. يعني هنا غادي نرشها بالماء بزايد، يعني كتشرب الماء مزيان. يعني في هذا الاول كنرشوها بالماء وما كندير ليهاش الزيت، يعني بحالها بحال ديك البلبوله ديال الشعير اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق. يعني ما كندير لهمش الزيت في هذا الاول، كنبقاو غير كنرشوا بالماء، وكنردوه يفور التفويره الاولى بلا زيت بلا ملحه بلا والو، باش يلا يشرب لينا هذاك الماء الاول. غادي نخليه يشرب واحد شويه، وغادي نردو يفور. ها نتوما شفتوا راه شرب هذاك الماء كاع اللي درنا ليه، واخا درت ليه بزاف. صافي كنديرو في الكسكاس والبرمه ديالنا الماء فيها كيغلي، وغادي نردوه يفور. يعني في هذا الاول كنفورو شويه مزيان، كيدي واحد شويه ديال الوقت باش يلاه يولي فتي ويولي طري. يعني الحبه تكون شويه طريه، لان كيف كتعرفوا هاد السميده راه كتكون قاسحه في الاول. صافي هنا غادي نحطو يفور على خاطرو، يعني غادي نعطيه واحد الوقت. حتى هاد الساعة هادي يعني شريتها البارح، صراحة عجبتني وعجبني هاد الشكل ديالها، وهاد يعني هاد الزخرفة اللي فيها هكا. هنا الطعم ديالنا كيفور، ومن بعد ما كيفور مزيان يعني يفور واحد المدة كنحيدو في هادي أول تفويرة. وصافي كنبقى نرشو بالماء، يعني انا ما كنبردوش، يعني كنبقى نحيدو من الكسكاس مباشره، وكنبقى نرشو باش يعني كيبقى يشرب هذاك الماء، باش كان اللي كندير ليه ماشي بحال الا خليته حتى برد، يعني ما كيبقاش كيشرب بزاف. وصافي حتى في هذا الاول هذاك يعني كيشرب كميه كثيره ديال الماء، وكيولي كتير، يعني كيتضاعف الحجم ديالو. هذا الكميه ديال هاد السميده هذه او لهاد الذره فايت كيلو بشويه، يعني جبت فايت نص كيلو عفوا، يعني تقريبا كيلو قل ربع، جبت كيلو يعني ما كملتوش، خليت مني قياس منه قياس واحد الربعه. وانا كندير واحد الخويط ديال الزيت وشويه ديال الملحه هنا في التفوره الثانيه. صافي كنديروا الزيت وكنديروا الملحه، وكنردو يفور المره الثانيه. وهنا المريقه ديالنا اولا الخضره ديال الطعام راه كطيب، غادي ندير لها واحد المعلقه ديال السمن باش يلاه تخلط فيه وتعطي هذاك المذاق ديال السمن الرائع اللي كيجي مع يعني سكسو بلا سمن يعني ما كاينش. والسكسو ديالنا هو دا كيفور، يعني غادي نحيدو المره الثالثه. هنا غادي نزيدوه الماء، يعني ضروري، يعني قد ما رشيتو الطعام باقي سخون قد ما كيشرب لكم الماء، يعني ما تخليوش تبقاو تبردوه عاد تبقاو ترشوا فيه الماء، يعني تما ما كيبقاش كيشرب بزاف. وهنا غادي نضيفو شويه ديال الزيت العود هذه المره، يعني ما بقيتش دايره الزيت المائده، غنديرو شويه زيت العود باش تعطي هذاك المذاق ديال الزيت.
وصافي كنردوه للمرة الأخيرة، يعني ما بقيناش غادي نعاودو نردوه، يعني هاد المرة غادي يفور. صافي التفويرة الثالثة، وهنا فاش كنحيدو لآخر مرة صافي ما كنبقاوش نردوه، هنا غادي نسقيوه يعني ونحطوه هكا نتغداو. كيجي على هاد الشكل هذا كيجي رائع، والريحة ديال السمن طالعة منه، وكيجي شهوة منه صراحة. الأنواع ديال الطعام مازال إن شاء الله مع الوقت غادي نحطهم لكم كاملين في القناة، يعني غادي نحط لكم جميع الأنواع اللي كندير، يعني تقريبا كنديرهم كاملين. غادي ندير لكم ديال اللي مفتول باليد، واللي مفتول اللي كيقولوا ليه الخماسي، النوع وباداز، يعني ان شاء الله مازال، لان اي نوع ما كانش في القناه غادي نحطو لكم. وهنا العشيه في الكاسكروت غادي نديرو واحد حريشات صغار اولا مخلطه ما بين الكيكات وحريشات، عندنا جوج بيضات واحد رشيشه ديال الملحه هنايا، وعندنا هنا واحد الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلطو مزيان حتى يدوب لينا شويه هاد السكر، وعندنا واحد الكاس ديال الزيت غادي نخلطو مزيان. صراحة هاد الحريشات هادو فيهم القياس ديال الفينو والقياس ديال السميدة والقياس ديال الحليب، يعني كميات متساوية، يعني هاد الغريفة باش عبرت كل شيء، وحتى هاد الحليب يعني هاد داك الكاس كيدي ربع لتر، ودفيتو شوية ضروري ندفيوه لأن الجو بدا كيسخن، بدا كيبرد عفوا. وثلاثة الخميرات كيماويين، يعني ثلاثة الخميرات حمر، هنا ما كنديروش ديك الخميرة اللي كنديرو لها حرشة، يعني الخميرة الفورية ما كنديروهاش هنايا، غير الخميرة كيماوية. ثلاثة الأكياس، وغادي نضيفوا القياس ديال السميده، يعني داك الكاس باش عبرت الحليب هو باش عبرت هاد الفينو والسميده، والليمون ديالنا مدهونين بالزبده ومرشوشين بالسميده على الشكل هذا، وكنعمروهم، يعني هذا كيعطينا كميه وفيره غادي نستعملها يعني مول اخر. والفران كنسخنوه بطبيعه الحال واحد 4 دقائق قبل اولا 3 دقائق، يعني ماشي بزاف، يعني ضروري غير يكون سخون شويه، وكنستفوهم في واحد الطاوه وكندخلوهم للفران. بعد ما كيطيبوا كيجيو مذهبين بهذا الشكل هذا، كيجيو رائعين، انتما شفتوا كيجي رطب، كتجي روعه روعه، يعني حتى لو بغيتوا ديروه في مول كبير هكا عائلي يعني راه كتجي حتى هي زوينه. وصافي كنحطوهم الا بغيتوا تخليوهم هكا، يعني كيجيو زوينين، بغيتوا تزينوهم بشي حاجه ولا ترشوا عليهم هكا، يعني دهنوهم بالعسل اولا الكونفيتير اولا شي حاجه، انا هنا غادي ندهنهم بالمربى ولا الكونفيتير، يعني كدهنوا باش بغيتو ولا كتخليهم غير بحال هكاك، صدقوني راه كيجيو رائعين. انا غادي ندهنهم بشويه ديال الكونفيتير، وغادي نرش عليهم شويه ديال الكاوكاو مهرمش، يعني دائما في الايام العاديه كنديروا غير الموجود، الحاجه اللي عندنا في الدار، يعني ما كنكلفوش نمشيو نشريو شي حاجه نزينو بها اولا. وغادي نحطوا الكاسكروت، وغادي نحطوا واحد الكيكه اللي عندي من المجمد، من هذوك اللي كنت كنشارك معاكم، زينتها بالكونفيتير حتى هي وشويه ديال الفيرميسيل اولا الشوكولاته الوان، وهذيك الحلوه اللي كنت شاركت معكم في الفيديو، واحد البريريت ديال اتاي باللويزه، يعني هذا هو الكاسكروت ديالنا الحمد لله والشكر لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. ومن بعد كنرجعوا للكوزينه وكنغسلوا هذاك يعني الحاجه اللي كتكون دائما كتسنانا وما كت يعني ما يمكنش يدوز النهار بلا بيهم، هما الماعن. من بعد ما ساليت الكوزينه وجمعتها يعني، وغادي يعني من اللي يقطروا هاد المواعنات غادي نمسحوهم ان شاء الله، ونردهم البلاكار، يعني كل حاجه نردها لبلاصتها. وهنا فاش كيسالي الروتين ديالنا دائما اللي كندير معكم، كندير كيسالي في المساء، وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الروتين وما تملوش منه ويكون خفيف ظريف. وإلا ما كنتوش مشتركين في القناه مره اخرى كنقول لكم اشتركوا اشتركوا بزاف باش تدعموا القناه وتدعموني حتى انا، يعني وديروا جيم للفيديو، وكنقول لكم خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.